FM. الكلمة ليك. تنبيهام هالنشرة إخبارية ساخرة وخيالية خالية من المصداقية، جميع محتوياتها من عناوين وتفاصيل قام بعددها ثلة من الإطار شبه صحفي اعتمادا على مصادر غير موثوقة. هدف الفقرة الدعابة لغير وكل تشابه بينها وبين الواقع. فرامي مش بالعاني. قال مستشار رئيس الجمهورية نور الدين بن تيشة أن خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة عيد المرأة كان تاريخيا بأتم المقاييس، وخير دليل على ذلك الرئيس نفسه الذي ساهم في بناء قرطاج صحبة عليسة، مضيفا أن الخطاب التاريخي القادم سيعلن الرئيس أن تونس دولة بيزنطية أو رومانية. خلال خطابي أعلن رئيس الجمهورية عن جملة من المشاريع لفائدة المرأة، حيث صرح مظن في المساواة في جميع الميادين بما فيها مسألة الميراث، وإضافة سنعمل على المساواة في الحمل والولادة والإرضاع بين الرجال والنساء. هذا وختم الباجي قائد السبسي خطابه بتعليق ساخر حول مسألة الميراث قائلا البلاد كلها إرث ترحل. هذا وعد بن تيشة جميع نساء تونس بقانون يطبخ على مهل، حيث أكد أن رئيس الجمهورية يفكر جديا بمنح حق الزواج برجل ثاني وثالث لكل متزوجة تونسية صوتت في الانتخابات الرئاسية. تعليقا على غياب الشيخ راشد الغنوشي عن مراسم احتفال بعيد المرأة في قصر قرطاج، قال قيادي بارز بحركة النهضة أن الشيخ كان يشرف ومشغول على حفل الجارية الأحرار، وأن النساء الحاضرات في حفل السبسي كنا شديدات التبرج مما لا يليق بمقام الشيخ الجليل. وتعليقا على القانون الجديد قال الشيخ روح راشد الغنوشي نية الباجي من تزويج التونسيات بغير المسلمين هدفها فقط تعذيب الكفار لا أكثر ولا أقل. وتعليقا على صورة مغني الراب الذي غنى على مسرح قرطاج عاريا الكرتابة، قال مدير المهرجان أن المغني يحتاج لقضاء ضرورة بشرية أي محصور، وأدعو وزارة الثقافة إلى توفير الدورات قرب المسارح للفنانين. هذا أضاف مدير المهرجان نفسه أن بسبب الوضعية الحرجة التي عاشها مغني الراب غنى أغنية مرتجلة وليدة اللحظة بعنوان ماما كملت وقد لاقت استنشاق الجمهور. على ثر إلقائها للحجارة في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، قضت الرابطة التونسية لكرة القدم بمعقبة النائبة مبارك الإبراهيمي بلعب مبارتين بدون حضور جمهور لإلقاء المقذوفات والحجارة. هذا وأعلن الكيان الصهيوني حالة طوارئ في كامل الكيان الإسرائيلي، وأطلقت سفارة الإنذار وأعلنت عن حالة استنفار قصوى للجيش الصهيوني. هذا ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الداخلي للعمل على كيفية مواجهة هذه العملية الخطيرة. على ثر زيارة النائب فيصل التبيني إلى أحدى القرى في جندوبة على متن حمار، قرر مجلس نواب الشعب توفير حمير مصفحة لتسهيل تنقلات النواب. ختاما اعتبر الربع الراعي للحوار الوطني زيارة فيصل التبيني لأحدى القرى في جندوبة ركوبا على الحمار الوطني. نات الموجز مع الشكر لأشرف العتروس في الأعداد ورامي مكلين في التنبيذر. الكلمة ليك.